مرحبا أصدقائي، وياكم نصير، ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم راح نسوي دجاج مدخن بصلصة أو صوص الجازو. راح نحتاج هاي المكونات: عندنا دجاج ونعناع ومعدنوس، وهنا عندنا بصل وثوم وزنجبيل ولبن، وعندنا فحم لتدخين الدجاج. وبالنسبة للبهارات عندنا ملح وفلفل أبيض وكركم وحبة حلوة وصلصة حارة وبابريكا وزيت نباتي وعصير ليمون وكريمة الطبخ. وهنا عندنا معجون الجازو، راح أطلع لكم إياه فوق بزاوية الشاشة اليمين. هو عبارة عن جازو وشوية زيت، خليهم بالخلاط ونشغله لحد ما يصير مثل معجون، مثل ما تشوفون فوق بالزاوية اليمين. وهسا يلا خلينا نبلش. أول شي ناخذ الفحم مالتنا، خليه على الطباخ ونشغل الطباخ، وبين ما يشتغل الفحم راح ناخذ الدجاج مالتنا ونشيل الجلد مالته بهالطريقة هاي. شوية هو يزحلق يعني، فإذا تحبون تستخدمون الكلينس حتى ينشال عندكم بسهولة. وهنا بعد ما شلنا الجلد بالكامل، راح نجيب كاسة ونخلي الدجاج بيها ونخليها على جهة، ونجيب ست البيت أو الخلاط ونضيف كل المواد ما نبيه ونخلطها. وبعد ما صار عندنا الخليط بهذا الشكل، راح نجيب الدجاج ونديره فوق الدجاج، وبعدها نجيب الفحم مالتنا نخليه بسيليفونه ونخليه فوق الدجاج، ونضيف عليه شويه زيت زيتون ونغطي. وهنا بعد 20 دقيقه تقريبا طفى الفحم، راح نشيله ونجيب طاوه نخليها على نار متوسطه الى عاليه، ونضيف شويه زيت ونضيف الدجاج. وانا هنا نسيت اضيف الزيت في البدايه، ضفته بعدها، ونقلب الدجاج تقريبا 5 دقائق الى 8 دقائق لحد ما يتحمر، وبعدها نشيله. وهنا عدنا بعد ما تحمر الدجاج راح نشيله ونجيب طاوة نخليها على نار متوسطة، ونضيف شوية زيت، ونضيف الخليط اللي خمرنا به الدجاج ونحمسه شوية، وبعدها نضيف الدجاج ونقلبه ونغطيه ونخليه لمدة 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. وهنا بعد 25 دقيقة راح نضيف معجون الجازو والكريمة مالتنا ونخلطهم زين ونخليهم لمدة 5 دقائق ويكون جاهز. وبالنسبة للمقادير كلها موجودة جوا بصندوق الوصف اللي يحب يطلع عليها. وعوافي على قلوبكم ومع السلامة.